الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، أسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم أواصر المحبة في الله، وأن يجعل هذه الرابطة هي التي نعيش بها ونموت عليها، نتقرب بها لربنا جل في علاه. فإن ابن عباس قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أوليائه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وما منا من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات. لكن قد أصل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أصيلة: وخير الخطائين التوابون. فيغفر الله لنا على إساءتنا لإخواننا أو تعدينا لإخواننا، فهم فوق رؤوسنا وبهم نكرم. وطلبة العلم في هذه الأونات وهذه العصور التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه عملة نادرة، بل هم اللآلئ والشموس التي تشرق على الناس. ووالله حاجة الناس لطلبة العلم أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء، وقد جربنا ذلك حتى مع من نجلس معه في أول مرة أو لأول مرة، أو نجلس معه مرات عديدة، نراه شغوفا بالعلم، قد تحير حيرة شديدة، ولا يقطع هذه الحيرة بقط إلا بالعلم. جعلنا الله جل في علاه ممن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي به قولا وفعلا، ويغفر لنا التعدي أو الإساءة التي تبدر منا، فإنما نحن بشر والله أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله ندخل على الفصل الثاني من كتاب البيوع من متن أبي الشجاع، ويعني انتبهوا لي، فإن هذا الباب باب مشكل جدا، وإن باب الربا من أقوى أبواب المعاملات، فوجب على الإخوة أن تنتبه انتباها شديدا، لا سيما في مسائل العلة والاختلاف في العلة، لأن هذا الباب ليس بالهين. فإن ضبطتم هذا الباب فحي هلا بما سيأتي بعده بإذن الله جل في علاه. وأرجو ألا أكون قد قصرت أمس، وأن يكون الدرس على الأقل استوفى الباب الذي كنا لابد أن ندرسه. نعم. قال المصنف: اصبر في الربا. طيب. والربا كالذهب والفضه والمرورات، ولا يجوز بيع الثمن بالثمن ولا الفضه كذلك الا متباشرا بالارض، ولا بيع متاعه حتى يقبضه. جزاكم الله خير. فصل في الربا، اي في هذا الفصل سيبين لنا المصنف رحمه الله الأحكام التي تتعلق بالربا، وأيضا سيبين لنا الأمور التي على أساسها معرفة الأصناف الربوية، وهل هذه الأصناف يلحق بها غيرها أم لا. سيضمن هذا الفصل الكلام على الربا والمعاملات التي تقع ربوية والمعاملات التي تخلو من الربا. والربا لغة هو الزيادة، الزيادة والنماء والنماء. وقد قال الله تعالى: ومن آياته أن ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نما نمو السماء، اهتزت وربت. وأيضا قال الله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة، إلى أن قال ويربي، وفي الآية قال ويربي الصدقات، يعني يزيد هذه
الصدقات. فالربا في اللغة معناه الزيادة، أما في الاصطلاح أو شرعا، وقل الاصطلاح لأننا سنتكلم على مذهب من المذاهب، واصطلاحا عند الشافعية هو عقد على عوض مخصوص من غير معلوم التماثل، هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير أحدهم، أو مع تأخير أحدهم. هو عقد بين طرفين، طرف أول وطرف ثاني، هو عقد على عوض مخصوص. هو مخصوص ليش مخصوص؟ لأنه فيها أصناف مخصوصة، يعني هذا العقد عقد الربا على أصناف مخصوصة، سواء منصوص عليها أو أنها ملحق بها، ألحق بها غيرها كما سنبين. فإذا القول قول الشافعية في تعريف الربا عقد بين طرف أول وطرف ثاني على عوض مخصوص، ومخصوص لأنه بأصناف مخصوصة غير معلوم التماثل. غير معلوم التماثل هذا وصف، يعني سيعطي صنفا ربويا، العقد سيكون على أصناف ربوية لا تماثل بينهم، فعدم التماثل يضمن نوعا من أنواع الربا، وهو ربا الفضل كما سنفصل. غير معلوم التماثل في معيال الشرع حالة العقد، أو هنا الصنف الثاني من أصناف الربا، أو مع تأخير أحدهم، فهذا التأخير نسيئة فيكون ربا نسيئة. فهذا التعريف شمل لنا نوعين من الربا، شمل النوع الأول ألا وهو ربا الفضل لأنه قال غير معلوم التماثل، وربا النسيئة لأنه قال أو مع تأخير أحدهم، يعني يقدم صنف ويبقى الصنف الآخر نسيئة. فهذه ربا الفضل وربا النسيئة. والربا عند الشافعية أربعة أنواع، وفي الحقيقة إذا دققت النظر يندرج الثالث والرابع تحت الأول والثاني. قالوا هو ربا الفضل، وربا الفضل كما سنبين هو الزيادة، زيادة على صنف، وصنف ربوي متماثل فيزيد عليه، يتبادل بزيادة، الزيادة. وربا النسيئة التي فيه التأخير، لو أن يقبض بنائل يبيع غائب بنائل، هذا وجه النسيئة. الثالث ربا اليد، الرابع اللي هو ربا القبض، وربا اليد ينزل تحت ربا الفضل، وربا القرض ينزل تحت ربا النسيئة. ففي الحقيقة إذا دققنا النظر أن كلام الشافعية سيوافق كلام الأئمة الأربعة، وأن الربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. الجاهليون عندما سمعوا الله جل وعلا يعني أتى بالآيات القارعات الصواعق على الربا، قالوا وما الفرق بين الربا وبين البيع؟ لا فرق بينهم، وضربوا مثلا رائعا في ذلك، قالوا رجل أخذ سلعة بعشرة، أو أخذ هي سلعة بعشرة، أخذها وباعها بإحدى عشر، فالمحصلة والنتيجة أنه اشترى بعشرة أو أعطى عشرا وأخذها إيش؟ إحدى عشر. فقالوا والربا الرجل يعطي العشرة ويأخذ الإحدى عشر، فلا فرق. لما هؤلاء لم ينظروا إلى الأصل، لم ينظروا إلى المقدمة، نظروا إلى إيش؟ النتيجة. النتيجة للبائع الذي اشترى سلعة بعشرة وباعها بإحدى عشر، فهذا النتيجة عنده أنه ربح درهما، والرجل الذي أعطى عشرة وأخذ أحد عشرة قد ربح درهما، فالنتيجة واحدة. فقالوا إذن لا فرق، ويدلك على أن المسألة لابد أن تنظر إلى مقدماتها، تنظر إلى أصولها، لا تنظر إلى النتائج. فقالوا إنما البيع مثل الربا، فقد كذبهم الله في ذلك، لأن هذا نوع من التلبيس. ولذلك أنا أقول لك ما من أحد يضل أو يبتدع أو يخطئ إلا وترد أن عنده بعض الحق، بعض الحق. فهو نظر إلى النتيجة وجدها واحدة، قال إذا لا فرق، إنما البيع مثل الربا، وكذبهم الله جل في علاه وقال وأحل الله يفرق، أنه قال لا، الفرق بين الربا والبيع واضح، فقد أحل الله البيع وحرم الربا. عظيم الفوائد التي تستنبط من هذه الآية، هو أولا اتجاه الرد على المستشكلين، على الذين يلبسون الحق بالباطل. انظر الله جل وعلا ما قال لهم لا فرق بين الربا وبين، هناك فوارق بين الربا وبين البيع، اجملها في كلمة واحدة تكتب بمجلدات، قال واحل الله، انت مخلوق لله، عبد لله، فوجب عليك يذكرك بالآية، ما من آية الا وفيها العقيدة التامة لابد ان تكون، يذكرك بالوظيفة التي خلقت لها، فانت مخلوق لله، عبد لله، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت إن جاءك الأمر،
من الله جل في علاه ولا تعترض بعقلك الفاسد. فهنا اولا الماحة من الآية العظيمة انك في هذه الدنيا تقول سمعت واطعت لربي، لان الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ينفع ذلك هذا الفهم، ينفع طالب العلم عندما يأتيه رجل بعدما يقول له قد حرم من سلم لبس الذهب للرجال، فيقول وما العلة وما الحكمة في ذلك ولما يحرم، فهذا ابتداء يعترض. فالأدب الأول الذي تؤدبه، وهذا التنظير عند طلبة العلم المدخلين، الأدب الأول الذي يؤدبه به يقول أنت رب أم عبد؟ الإجابة عبد. فإن كنت عبدا فكن عبدا بحق، فكن عبدا لربك جل في علاه خاضعا متمسكنا تقول سمعت وأطعت. ثبت هذا كما قال أبو بكر الصديق، قال قال هذا، قالوا نعم، قال إذن فقد صدق، سمعت وأطعت وتسلم التسليم التام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت لله. هذا أول ما تلتفت إليه من فوائد هذه الآية العظيمة. الثاني أن الله يقول لك بأن الشرع لما حرم الربا وأحل البيع فقد فرق بينهم بنوع تفريق. إيش نوع التفريق؟ أثري، هو التحريم والتحليل، فهذا حلال وهذا حرام، وهذا فارق يكفي. والأمر الثالث الحكم التي من وراء ذلك، إن دققت النظر فوجدت أيضا من الآيات، لن نأخذ بالفهم فقط، من الآيات ماذا قال الله جل في علاه عن الربا؟ فإن تبتم فلكم أكملوا لا تظلمون ولا، يبقى إذن الربا فيه الظلم، ولم يقل ذلك ولم ينعت ذلك ولم يصف ذلك في البيع. يبقى أول الفوارق تؤخذ من الآيات، أما البيع فلا ظلم فيه، وأما الربا فالظلم فيه بين. قالوا جل لنا ما تقول، بين لنا ما تقول، أين الظلم هنا؟ 10 بـ11 و10 بـ11، أين الظلم هنا؟ نقول أولا انظر إلى البيع، رجل استورد سلعة وهذه السلعة جديدة والناس يحتاجون إليها، فاستوردها أخذها من التاجر الأكبر أو المصدر فاستورد، ثم انتقلت من المستورد إلى الرجل الثاني التاجر الصغير، صح؟ ثم انتقلت من التاجر الصغير إلى المشتري الذي سيستهلكها. فانظر إلى كم يد انتقلت، أولا انتقلت إلى من المستورد الصانع سواء كان مسلما أو كافرا، افترض أنه كان مسلما، فانظر إلى الفائدة. فهذا المستورد قد رزق من هذه السلعة، ورزق من معه يعمل له هذه السلعة، فالثوب الذي يحيكه فقد استرزق منه، والثاني التاجر قد أيضا استرزق من هذه السلعة. وبينهما إيش؟ دي مهمة جدا، وبينهما لا أصل أصيل في البيوع، وبينهما التراضي، إنما البيع عن تراض، حب وود وتراضي، فأخذها وثم استرزق هو وأهله ومن معه والذي يعمل عنده والأجير الذي يعمل عنده، ثم ذهبت إلى المستهلك فسعد بها ورضي وأعطى المال وبذل هذا المال. فانظر هذه جهات ثلاث بانتشار الاقتصاد بين الناس، وأيضا الرضا، انتشار الرضا وألفة القلوب والمحبة، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. هذا بالنسبة لإيش؟ للبيع، فلا مظلمة فيه قط، بل فيه كل الخير، وفيه انتشار الوئام والود، بل والتعاون بين الناس. لكن انظر إلى المقرض والمقترض، أما المقرض فقد أقرض 10 وأخذها 11، إيش اللي بيحدث من المقرض؟ يركب فوق كتفي المقترض ويعني يندك هذا المقترض، فهو يشجد عليه حتى ينزل به إلى الأرض وهو لا يزال يصعد إلى الأعالي. فالعلو له فقط ولا انتشار الخير بين الناس، بل هو يمد يديه ورجليه ويأخذ الأموال يكومها، ولا يزداد الفقير إلا غنى وثراء. خطأ، إيش؟ ولا يزداد الفقير إلا فقرا، ولا يزداد الغني إلا غنى. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الفارق الأساسي بين البيع والربا. من الفروق بين البيع والربا أيضا هو أن البيع وسيلة لانتشار الحلال بين الناس والخير بين الناس، لأن الله جل في علاه جعل كما قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، جعل خير الرزق البيع المبرور. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، قال كسب الرجل أو أفضل الأعمال كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور. فانتشار الخير بهذه البيوع وتسعة عشر رزق كما قالوا في التجارة، نقول إذن بالتجارة ينتشر الخير بين الناس، وأيضا تنتشر
أو ينتشر فقه البيوع بين الناس الذي عز وقد مات وولى. وإنك إذا أردت أن تختبر فقيها فاختبره في إيش؟ هزه رجه في البيوع، كما قال علماؤنا إنما الفقه البيوع. هذه فيها تمرين العقل القوي جدا حتى ترى تطبيقك الصحيح السديد بالأدلة الشرعية على النوازل في المعاملات، فينتشر الفقه. وهذا الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما سنبين، عندما كان يدخل إلى الأسواق ويقول للبائع تعلمت فقه البيوع، فيقول لا، يقول إذا تقع في الربا لا محالة، ويضربه بالدر، فينشر بيع فقه البيوع بين الناس. أما الربا ما ينشر إلا الظلمات التي بعضها فوق بعض. فلذلك نحن نقول هذه فروق أساسية بين البيع وبين الربا، تستخلص من قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا محرم في الشرائع السابقة وفي هذه الشريعة الغراء، وهو محرم قبل الإجماع بالكتاب والسنة والإجماع بل والنظر الصحيح السديد. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا بالتصريح دون التلميح، وحرم الربا. وقال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود فأريا سمعك، إذا في أمر سيأتي أو نهي سيأتي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هنا وذروا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهذه آية مرعبة والله لمن يدقق النظر فيها، فقد أناط الشرع أو أناط الله جل في علاه الإيمان بإيش؟ بترك الربا. إذن المفهوم من لم يترك الربا فليس بمؤمن، فقد خلى قلبه عن الإيمان، يعني الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل. وقال الله جل في علاه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فكأنه مخبول. لما؟ لأنه عارض الله جل في علاه يعيش عيشة ضنكة، لأنه خالف أوامر الله جل في علاه. وأيضا قد قال الله جل في علاه مبينا سبب لعن بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولذلك فهو محرم في الشرائع السابقة، وحرفوا وبدلوا أهل التوراة فقالوا الربا محرم فيما بيننا حلال في إيش؟ فيما بيننا وبين غيرنا، يعني مع المسلمين يلعبون بالتوراة كيفما شاءوا، مع المسلمين يتعاملون بالربا، أما فيما بينهم يحرمون الربا، فالربا حرام في كل الشرائع. هذا من الكتاب. أما من السنة فكثير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا، وأشد من ذلك الموبقات المهلكات، وفيها ما فيها من الأدلة بأن الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قارنها مع الشرك، يعني هذه دلالة على أنها بريد إلى الكفر وبريد إلى الشرك، وكما سنبين كيف السلف كانوا يرهبون الناس من التعامل بالربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وأيضا في حديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، ماذا تستنبطون من قوله السلام لعن الله؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. حرمتها أحسن، وهذه ظاهرة ولا أخفى منها أنها إيش؟ كبيرة، لأن العلماء قالوا من علامات كبيرة الذنوب أنه يستجلب إما القصاص وإما الحد وإما إيش؟ اللعن، واللعن الطرد من رحمة الله جل في علاه. لعن الله آكل الربا، الربا بدرهم أو بنصف درهم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي حديث عن ابن مسعود في مسند أحمد فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا سبعون، هذا في المستدرك، الربا سبعون بابا، الربا سبعون بابا أو قال سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. الربا سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه مرفوعا قال الربا وإن كان كثيرا فإنه يصير إلى قل جزاء وفاقا وأجرا طباقا، فالمرابي يريد الاستكثار فيؤتى بنقيض قصده لمخالفته لشرع الله جل في علاه. وأجمعت الأمة، هذا كتاب وسنة والإجماع. وفي حديث آخر مرعب أكثر منه لكن ضعفه كثير من العلماء، درهم يأكله المرء ربا أشد عند الله من 36 زنية، نعوذ بالله من الخزلان.
وفيه كلام كثير لكن نستأنس به مع هذه الجيوش من الأدلة على التحريم. والإجماع أجمعت الأمة على تحريم الربا. ومن النظر فإن الربا يتفشى به الظلم والحقد والحسد وهو مصادم لمقاصد الشريعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تدابروا لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه لا يبع بعضكم على بيع بعض، كل ذلك لسلامة القلوب. بل المنة العظيمة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالمقصود الأسمى من الشريعة هو تأليف القلوب، وتتقطع أوصال تأليف القلوب بالربا للحقد من الفقير على الغني الذي يركب على أكتافه ويزداد غنى ثم يزداد الآخر فقرا. إذن هذه الأدلة على تحريم الربا. والربا كما قلنا نوعان على التحقيق، ربا نسيئة وربا فضل. أما ربا النسيئة في اللغة، النسيئة معناها التأخير من فعيلة وهي التأخير، قال نسأه يعني أخره. وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفه، لكن عند الشافعية يقولون هو فضل الحلول على الأجل في أحد البدلين على الآخر إذا كان من الأثمان أو من المطعومات. وهذا تعريف الشربيني في مغني المحتاج، وأخصر منه تعريف ابن حجر الهيثمي. هو قال عند الشافعية عندنا تعريف ربا النسيئة هو فضل الحلول على الأجل في المطعومات والأثمان خاصة. فضل الحلول على الأجل في المطعومات والأثمان خاصة. في أحد يعرف يشرح التعريف هذا؟ فضل الحلول في الأجل على الأجل في المطعومات والأثمان خاصة. طالية شوف هل بينضح الصهر على الصهر ولا ما بينضحش؟ ها في المطعومات والأثمان توافق يا سهرو؟ توافق على هذا الشرح؟ هات ما عندك طيب لنرى التقارب بينكم. لا فضل الحلول على الأجل هذه هي المهمة، لأن هذا هو عصب المسألة. ثم ذلك يخصها في المطعومات والأثمان. ليش؟ لأنه عندنا في المذهب أن علة تحريم الأربع أصناف غير ذهب والفضة الطعم، أنه مطعوم كما سنبين إن شاء الله. وفي الأثمان الذهب والفضة الثمانية كما ليست الثمانية، ليست الثمانية سنبين. وهي مشكلة هي مشكلة في هذا، فلذلك انتبهوا في مسائل. ها أحسنت، يكون في زيادة مقابل إيش؟ التأخير، زيادة مقابل التأخير في المطعومات وفي الأثمان. هذا ممكن يخرج لنا بقى التفصيل، لكن هذا يعني تفصيله سيأتي. فهذه الزيادة دلالة على أنها من الربا، وهو التعريف يعني الأخصر بالنسبة لربا النسيئة. وربا النسيئة حرام بإجماع الأمة. وقولي ربا النسيئة حرام يبقى هذا فيه إشعار وإشارة إلى أن ربا الفضل لم يحدث فيه ما حدث في ربا النسيئة. فربا النسيئة بالإجماع حرام، ربا النسيئة حرام. والآيات والأحاديث كثيرة، منها قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ووجه الدلالة من الآية هو طالب العلم بينظر للأدلة ليستنبط الحكم. وين وجه الدلالة من الآية؟ أنا الآن أقول هو ربا النسيئة، ما أتكلم عن الربا، أتكلم عن ربا النسيئة خصصته. وهذه الآية كيف أستدل بها على ربا النسيئة؟ والله ما ذكر الله ربا النسيئة في الآية، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، كيف نستدل بها على تحريم ربا النسيئة؟ لا، فمن جاء أو لا من نفس الآية. أحسنت، وأحل الله البيع، بيع وحرم في الألف واللام فيفيد إيش؟ العموم. وحرم الربا ألف ولام أيضا تبين إيش؟ العموم، يعني أي ربا، أي أنواع الربا. عند الشافعية الأربعة تحرم بقول الله تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا. وأيضا من السنة في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وهذا أسلوب من أساليب الحصر، كأنه يقول الربا بحق، الربا بأسره، الربا بجمعه، الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وأيضا من الروايات التي تحرم ربا النسيئة، طبعا ربا النسيئة التأخير كما قلنا. وأشهر ما يكون صورة لربا النسيئة حتى يتصور طالب العلم ويجلس يسمع الأدلة على تحريمه أن يقرضه قرضا، فإذا جاء الأجل فقال إما أن تعطيني
وإما أن أرجئ فإيش فتزيد، فهو يرجئه في الأجل ويزيد بالنسبة لهذا الأجل. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيدوا، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. كل هذه التي ذكرت في الحديث فيها وجه دلالة واحد. إيش وجه الدلالة من هذا الحديث على حرمة ربا النسيئة؟ طيب ما رأيكم؟ إلى هنا ليس فيه ثم الدلالة، لكنكم على نوم عميق ما فيه أي دلالة. الجزئية الأولى فقط التي ذكرتها تذكر ربا الفضل فقط، ولا تجف بعضها على بعض يعني عند التبادل لا تزيده، وهي فيها إشعار إشعار بأن الزيادة ممكن تكون على الأجل لكنها مش تصريحا. لكن آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيع منها غائبا بناجس، ولا تبيع منها غائبا بناجس، لأن عدم التقابض في المجلس تأخير. ولذلك عمر بن الخطاب قال لطلحة لا والله حتى تقبضه الآن السماء، وقال انتظر حتى يأتي مولاي يأتي العبد يعني وأعطيه، فقال لا والله لا تفارقه حتى تعطيه، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف وجه الشاهد سيأتي. فانتبه، كل هذا في ربا الفضل. نحن نستدل بهذه الأدلة على إيش؟ على تحريم أي ربا نسيئة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، هذا هو وجه الشاهد. قال يدا بيد، والمعنى أنه إن لم يكن تقابض في المجلس لم يكن يدا بيد سيكون نسيئة، فإن كان نسيئا فهو حرام لاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدا بيد يعني زد كيفما شئت إذا اختلفت الأصناف، لكن لا تبع غائبا بناجز أن هذا نسيئة، والنسيئة يحرم بالإجماع. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، هذا وجه الشاهد دينا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وفي مسلم زيادة قال ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة وهذا أروع في التصريح، وما كان نسيئة فهو ربا، فأطلق على النسيئة الربا، وهذا من أصرح الأدلة على حرمة النسيئة وأنها ربا. وفي زيادة مسلم أو عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق. وفي مسلم زيادة قال ما كان يدا بيد فلا بأس به، أو قال نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وحديث عمر بن الخطاب حديث مشهور في الصحيح رضي الله عنه وارضاه ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وين وجه الشاهد من هذا الحديث حديث عمر على أن ربا النسيئة حرام؟ قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، إلى أن قال والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء. وين وجه الشاهد؟ هاء وهاء أحسنت، وين وجه الدلالة منها؟ أيوة التقابض، يبقى إذا اختل هذا الشرط فهذا يقع في الحرمة لأنه نسيئة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الربا ربا الفضل، النوع الثاني من الربا ربا الفضل، وربا الفضل عندنا بفضل الله هو حرام، لكن اختلف العلماء في هذا على قولين. قول نقل عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن أسامة بن زيد أن ربا الفضل لا بأس به، كانوا يتعاملون به. والحق أنا لا أدخل في الخلافات، وقلت في المد لن أدخل في الخلافات حتى ننتهي، لكن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجدهم يتعاملون بالدرهم والدرهمين ولم ينهى عن ذلك ثم نهى عن ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا في النسيئة هو المشوش على تحريم ربا الفضل. تحريم ربا الفضل ادعى كثير من علماء الإجماع، لكن الحمد لله عندنا في المذهب أنه حرام، والأدلة على ذلك كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب بربا إلا مثل مثل سواء بسواء. وفي رواية قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فعلق الحكم بإيش؟ بالزيادة. فمن زاد أو هذا يجعل طالب العلم يتقن المسألة أنه قال فمن زاد علق الحكم على هذا الوصف،
فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. يبقى لما وقع السؤال لما وقع في الربا؟ لأنه زاد، وزاد هو ربا، وزاد بمعنى أنه وقع في ربا الفضل. فإذا هذه أدلة واضحة جدا على تحريم ربا الفضل مع الأدلة العامة التي ذكرناها في ربا النسيئة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب علينا توجيهه، لا ربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، له توجيهات كثيرة جدا على هذا الحديث، لكني سأختصر الأمر لأنني لست بصدد تفنيد الخلاف. سأختصر الأمر إلى أمر جلل مهم جدا، لا ربا في النسيئة يعني لا ربا كاملا متحققا أو متحقق الكمال إلا في النسيئة، لأن هذا الربا هو الربا الذي فيه المظالم الكثيرة. وتحريم الربا ربا النسيئة من تحريم المقاصد، من باب المقاصد، وتحريم ربا الفضل من باب الوسائل لا من باب المقاصد. وماذا يفيدني إذا فرقت بين ربا النسيئة وربا الفضل بهذا القول؟ ما الكل في النتيجة حلال، فإن كان حلالا حراما، هذا خطأ فاحش، لا هو حرام، النتيجة كله حرام، صحيح ولا لا؟ لكن أقول ربا النسيئة هو الربا الكامل المتحقق فيه كمال الربا، هو ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية الذي نزلت الآيات في تحريمه، لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا كامل إلا في النسيئة، حرم تحريم المقاصد. وأما ربا الفضل حرم تحريم الوسائل. ما الفرق بين القولين؟ وما الفائدة والثمرة التي تفيدني في الأمرين؟ يعني أنت تبرعت، لن أتركك حتى تأتي بها عن بكرة أبيها، جيد، لكن أنت ما زلت إيش في نفس الحيز. السؤال مفهوم ولا غير مفهوم؟ مش مفهوم؟ طيب أقول الإجماع على أن ربا النسيئة حرام، واختلف العلماء في ربا الفضل، لكن هو عندنا الحمد لله حرام. طيب ونقول ربا النسيئة هو الربا الكامل، هو ربا الجاهلية، لذلك تحريمه تحريم مقاصد، وربا الفضل تحريمه تحريم وسائل. ايش الفرق بين الاثنين وايش الثمرة؟ انت اتيت يعني تكلمت حمت حول الفرق، لكن انا اريد الفرق والثمرة. ما هو لا يمكن ان يفرق الشرع في الحكم بين امرين الا وهناك ثمرة لهذا التفريق. يا معشر التجار، ان التجار يبعثون يوم القيامة فجار الا من صدق وبر. الحمد لله، ان لم تكن تاجرا فصاحبك تاجرا، صح؟ طيب، وتعاون على البر والتقوى. ثمرة هذه مهمة أمر. وما كان حراما أيضا مقصد قد يأتي دليل فيحله في مكان آخر. قد أحل الله أكل الميت. هات يا أستاذ أحمد، إن كان تحريمه تحريم وسائل، قد يباح للقاعدة عند العلماء ما منع سدا للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة. ولذلك اتفقت كلمة العلماء ورجحه ابن تيمية وأيضا ابن القيم على أن تحريم ربا الفضل أنه من باب الوسائل، من باب الوسائل لا من باب المقاصد، لأنه زريعة إلى ربا الجاهلية وهو ربا النسيئة. طيب هذا الفارق. والثمرة تتجلى وين الثمرة؟ تفريق العقوبة، لا لعن الله آكل الربا بنوعيه، القياس عليهما، لا أن يأتيه ولا إثم. جيد، أنا لما أقول لكم الثمرة تستغربون، لا صاحب إيطاليا، تيسير، أي تيسير، الكل حرام، صحة البيع، كيف صحة البيع؟ تفكير سديد، جيد جدا، لكن هو خطأ، لكن تفكير سديد، والله تفكير أحسنت، تفكير سديد، يعني تفكير على تأصيل علمي، أنا سأقول لكم، أقرب لكم المسافات عماد، مش هتجيبوه، تحريم كل أنواع الربا، هي دي الثمرة، هي دي الثمرة، ما كانش حد غلط، الثمرة الفائدة في هذه المسألة ستظهر في إيش؟ أي فرق كما قلت في الشرع بين أمرين لابد أن تظهر ثمرته في مسائل فقهية مطبقة، يعني في التطبيق تظهر الثمرة. كيف إيش قلت؟ تحديد؟ جيد، بس ليس هو هو ثمرة هذا الخلاف في مسألة وقع وقال بها بعض مشايخنا، وهو كلام شيخ الإسلام تيمية، أنه يجوز تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد المصنوع مع إعطاء زيادة بالمال. هذه هي الثمرة. طبعا ما تقولين مش فاهمين حاجة، سنبين بس، ما هو عشان ما كلش يضرب دماغه في الحيطة فنفهمهم بس. نعم، لا التقييد الذي أتى به خطأ، لكن احنا بنبين له ان نظره نظر سديد. ليش؟ لان احنا بنتكلم عن لو كان لي وسائل، فاهمني حضرتك، الاحكام فيها تتغير مع المقاصد، فالتقييد ده تقييد صحيح، لكن انا اريد وين الثمرة، فين هي، ايش هي؟
فاهمني؟ والا فنحن نقول حتى لو كانت الوسائل، لو كانت الوسائل محرمه او البيع محرم من اجل الوسيله، فنحن نقول هذه مطلق ما هي يقتضي الفساد خلاف الاحناف، نحن ندين الله بذلك. فالبيع ايضا العقد لا يتم، ولذلك قلت له اخطات، لكن التقعيد صحيح انك نظرت في اصول الخلاف بين العلماء، وهذه دقه يمكن. لكن هو الثمره ايش؟ الثمره في ان الاصل عند الناس معروف ان الذهب بالذهب مع زياده مال حرام، صحيح ولا لا؟ فلما كان شيخ الاسلام يرى بان تحريم ربا الفضل، تحريم وسائل وليس مقاصد، طبق القاعده. وهذا الذي اريد ان اصل اليه لابين سعه اصطلاع هذا العالم البحر، مع اننا نخالف في هذا القول ونقول خطا وخطا فاحش، لكن هذا بلغ الى السماء. رجل ملأه الله الى مشاشه علما وفهما، يطبق يؤصل ويبني على التأصيل، لا انه مثقف يقرأ ويحوم ويحور ويكور ولا يعرف وين اصل النزاع ولا وين المسألة اصالة. وترى الفتوى تخرج هنا وهنا، مرة يتناقض ومرة لا يفهم ما يقوله، لكن شيخ الاسلام يبني على قواعد راسخة. هو قاعد هذه القاعدة التي نبينها في سد الذرائع عنده، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. الآن إيش المصلحة الراجحة؟ الذهب المرأة تتحلى به أو تأكله، تأكله أكلا هنيئا مريئا، صح ولا تتحلى به؟ تتحلى به. ولما تتحلى به؟ لتتبرج. خاطئ، تتحلى به لمن؟ لزوجها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، هذا مقصود من مقاصد الشرع ليس مقصودا مقصود. طيب صنع هذه الآلة، صنع الذهب كأسورة، صنع الذهب كحلق كسلسلة، هذا الصنع فيه مصلحة ولا مفيش مصلحة؟ ومصلحة رادحة ولا لا؟ والناس الذين تعلموا هذه الصنعة لهم أجرة. فإذا قلنا لهم أنت بالصنعة التي تصنعها في هذه السلسلة وهذه الأسورة وتتعب فيها التعب هذا والعناء هذا ولا تأخذ على ذلك أجرة، فهذه مفسدة أيام مفسدة، فيترك كل صائغ صنعته ولا يمكن أن يعني يستجد أو تستجد هذه الصنعة ولا تتطور، وهذه مفسدة ولا ليست مفسدة؟ مفسدة. والمصلحة أن كل رجل ينظر في امرأته أنها دائما تتحلى له وتغنيها عن النظر إلى الأجانب. ما من امرأة إلا وهي تحب أن تكون أجمل النساء في عين زوجها، وهذه آلة من الآلات التي تبين لهذا أو تسهل على هذا المقصود. فنظر شيخ الإسلام قال إن قلنا بأن الذهب بالذهب كما طبقنا الذهب بالذهب ربا، يعني ما في زيادة، وهنا ده قديم مكسر وستاني ذهب مصوغ والصنعة فيه ظاهرة، لو قلنا لا يعطي أجرة الصاغة ما يعطيش الفرق، فإن الأجرة إذا امتنعت امتنع الصانع أن يصنع مثل هذه الصنعة وتعطلت هذه المصالح. فنظر فوجد أن المنع من ربا الفضل كان إيش؟ من باب الوسائل، فطبق القاعدة التي يعتبرها قاعدة قوية وهي من القوة بمكان علما ودقة في العلم، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة. ولذلك خرجت الفتوى التي أفتى بها وقال يصح أن تعطي وتبدل الذهب القديم بالذهب الجديد مع إعطاء الفرق، وقد قال بها بعض مشايخنا، ولكن هذا الكلام يعني لولا حديث وأثر، لولا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عن الأثري ابن عمر لقلت به والله، لأنه تطبيق للقواعد العلمية الصحيحة السديدة، لكن يوقفني أن هذا نظر مقابل أثر، ودائما النظر يعمى إذا وجد يغطى عليه إذا وجد الأثر، إذا جاءنا الله بطل نهر معقل. وهنا نقول قياس بديع ونظر دقيق، لكنه صادم نصا، ولذلك جاء رجل لابن عمر فقال يا ابن عمر الحلي الصاغة أسوغ الحلي فأخذ الأجر على ذلك، قال عهد صاحبنا، يقصد عمر أو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن الذهب بالذهب ربا، أو قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، هو يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل، وفي رواية سواء بسواء. فابن عمر هنا المسألة كانت عنده، الحمد لله أنها ليست جديدة حتى نطبق عليها القاعدة، فسئل ابن عمر قال لا، الذهب بالذهب سواء بسواء مثلا بمثل،
يبقى إذا الثمرة في التفريق بين التحريم الربا الفضل وربا النسيئة تظهر في مثل هذه المسألة، وأنا ألمحت إليها لأنه قد قال بعض الفضلاء بهذا القول، وإن كان فيه نظر دقيق كما بينته علميا لكنه قد صادم نصا، ونحن بفضل الله ندور مع النص حيث دار، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ننتقل إلى المسألة الثانية المهمة جدا، ألا وهي هل يقتصر الربا على الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، حديث عبادة وحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، هذه الأصناف الستة يقتصر عليها الربا أم يتعدى لغيرها؟ الصحيح أن جل الأحكام معللة، وكل وأكثر الأحكام التي شرعها الله جل في علاه يخاطب بها العقول. قال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن، فهو أعول الأمر على تدبر القرآن وتدبر السنة. وأيضا بين الله جل وعلا في غير ما موضع أن الكلام لأولي الألباب لأولي العقول الراجحة، فلذلك ما من حكم إلا وتجده معللا، والذي تجده متعبدا به دون أن تظهر لك العلة نادرا، ليس الأغلب، بل الأغلب أن يكون معللا. والأصل الأصيل عندنا في الشرع أنه لا يفرق بينه، الشرع لا يفرق بين المختلفين، فهو يساوي بينهما، خطأ فاحش. الشرع احفظ هذا، الشرع لا يفرق بين المتماثلين، فلا بد أن نقيس النظير بالنظير، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأبي موسى الأشعري أن يقيس أمر وأن أقيس النظير بالنظير. فهل هناك علة لهذه الأصناف أم لا؟ ننظر عندنا في الحديث جملتان، الجملة الأولى الذهب بالذهب والورق بالورق أو الفضة بالفضة، والثانية البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فننظر في الجملة الأولى، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والورق بالورق، فهل هذه الأصناف اللي هو الذهب والورق ربا لأنها ذهب وورق أم لعلة فيها؟ هناك خلاف عريض في هذه المسألة، لكننا نتكلم عن المذهب. أما المعتمد في المذهب الشافعي أن علة الذهب والفضة الذهب والفضة، علة الذهب والفضة، وإن قالوا أن علة الذهب والفضة غالب الثمنية. شوف عارف غالب دي يا شيخ أحمد، أنت قلت الثمنية، عارف الفرق بين الثمنية وغالب الثمنية؟ كما بين السماء والأرض. غالب ايش؟ ما هي غالب القيم، هي غالب الاثمان على الغالب. قالوا جوهر في اكثر في التنبيه، قال جوهر الثمانين وغالب الثمانين، مضمونها ان العلة الذهب والفضة. نعم نعم هو هذا، لكن نحن نقول الان هذا ليس بقول الشافعية، يعني الشافعية لا يقولون بان الثمانية، قالوا غالب الثمانين، غالب الثمانين، او قالوا جوهر الثمانية. ليش قالوا غالب الثمانية؟ يعني قالوا أنها علة قاصرة، وهذا يستوجب أن أدخل بباب وأنا على استحياء في الأصول وفي الأصول وأقول العلة علتان، علة قاصرة وعلة غير قاصرة. أما العلة القاصرة هي التي لا تتعدى المسألة التي علل بها أو الصنف الذي علل به، العلة القاصرة هي التي لا تتعدى لغيرها. سيقوم قائم ويقول نعم لما سميتها علة؟ الأصل في العلة إيش؟ أنها علة، صح؟ الأصل في العلة أنها علة، وأتت لي بعلة ووجدت العلة في سكوت الإخوة. إيش الأصل في العلة؟ لما أقول أنها علة إيش الفايدة أقول هذه علة؟ التعدي، التعدي للغير حتى أقيس غيرها، صح؟ لما تقول لي علة قاصرة قصرتها على نفس الصنف وأنت تعلل، ما هو تعدي، صح ولا لا؟ كأنها الذهب والفضة، لذلك أنا قلت تجوزا العلة عندنا الذهب والفضة. فهو قال العلة غالب الثمنية. ليش غالب الثمنية؟ يعني جوهر الأشياء، جوهر الثمنية في الذهب والفضة دون غير الذهب والفضة. طب والفلوس؟ حتى الفلوس لا تتعدى لها، لا تدخل فيها. قالوا فقط بالذهب والفضة، وقالوا عندنا أدلة على ذلك كثيرة. أولا من هذه الأدلة، لكن هيصعب على الإخوة، خليكم معي في الآية القصيرة والا المتعدية. نعيد غالب الثمانية، حاضر.
غالب الثمانية يعني علة قاصرة. ويعني ايش علة قاصرة؟ يعني لا تتعدى لغيرها. يعني ايش الربا في ايش؟ قال في الذهب. قلت الحمد لله، وايش ثاني مع الذهب؟ قال والفضة. قلت في شيء ثاني؟ قال لا، الذهب والفضة. لما؟ ما هي معللة، اما تقيس وتلحق؟ قال لو وجدنا مثل الذهب والفضة لألحق، وليس كالذهب والفضة مثل. فلذلك قصرناها على الذهب والفضة. المهم أننا نبين أولا العلة القصيرة هي التي لا تتعدى لغيرها، والعلة المتعدية التي تجمع شتات ما كان في مثلها. فقال الشافعية هذه العلة علة قاصرة، واستدلوا على ذلك كما قلت بأن الذهب ينفرد بأحكام، هذه النظائر ينفرد بأحكام عن جميع الأشياء الأخرى. فهو أصالة الذهب له أحكام، أنه يحرم التحلي به للرجال طبعا لا للنساء، يحرم التحلي به ولا يحرم في غيره كالماس وغيره، لا يحرم فيه التحلي. فهذه فيها دلالة واضحة على انفراد الذهب بهذا. قالوا أيضا بجواز السلم، جواز السلم بالذهب والفضة في مع غيرها من الأصناف. جواز السلم أنك مثلا تشتري بالدينار والدرهم بالذهب أو الورق، تشتري إيش؟ سلم، تتعامل بعقد السلم كما فصلناه قبل ذلك، التمر أو غير التمر الموصوف في الذمة بعد ثلاث أشهر تعطيه مقدما وتأخذ المهم يجوز السلم فيهما. فقالوا إذن العلة قاصرة، العلة قاصرة على الذهب والفضة. جاء الخراسانيين أو الخراسانيون من علماء المذهب وقالوا لأن العلة القاصرة ثمرتها تظهر في الفلوس غير الذهب والفضة. لو بشتري أشتري، خلينا في الزمن الأول الزمن الجميل، كانوا إذا أرادوا اشتراء الثوب كيف يشترون الثوب؟ يقول هذا بدينار، دينار إيش؟ ذهب، يعطي الذهب ويشتري الثوب. يشتري الطعام يقول بالورق، ثلاثة دراهم، دراهم إيش؟ فضة. يبقى التعامل في البيع والشراء الأثمان للأشياء كانت إيه؟ فجاءت جلود، واحد كتب على الجلد 15 جنيه، جلدة فيها 15 جنيه، وبيشتري وراج بين الناس، هذا معنى الفلوس الرائجة، راج بين الناس أن 15 جنيه على الجلد ب15 جنيه يشتري بها الطعام والشراب، فأصبحت إيش؟ الجلد 15 جنيه أصبحت إيش؟ ثمنا. هذه فلوس رائجة. يعني إيش رائجة؟ يعني راجت بين الناس وتعامل وشاعت وعلم أنها ثمن للأشياء. في خراسان الفلوس، هذه الفلوس سكة مسكوكة، هذه الفلوس راجت في خراسان، فلما راجت في خراسان وجدوها أثمانا لإيش؟ للأشياء. فعلماء خراسان نظروا، لأن العالم غير متحجر كما يصف الكثير الذين يقولون يقوقعون أنفسهم في الحيض والنفاس وغيرها، ظلم والله من قال ذلك عليه، فهم لا يقوقعون أنفسهم، فنظروا فوجدوا الفلوس هذه رائجة، وهم عندهم أن الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار حرام لأنه ذهب أو فضة. طب الفلوس اللي راجت هذه ليست من الذهب ولا من الفضة، إما أن يقول بأنها لو كانت العلة غالب الثمانية قاصرة على الذهب والفضة فليعطي فلسا بإيش؟ بعشر، ويأخذ فلوسا خمس بسبعة، صحيح ولا لا؟ لما؟ لأن ما في ربا هنا، لا يقع، ليست فيها العلة، ما في ربا. فهم علماء خراسان نظروا فقالوا نحن لا نفرق بين المتماثلين، الذهب والفضة كانت ثمنا للأشياء، والفلوس الآن أصبحت ثمنا ها؟ نعم، قامت مقام الذهب والفضة فأصبحت ثمنا للأشياء. فإذا صارت ثمن الأشياء فقد قامت مقام الذهب والفضة، فمن باب الوجوب هنا إلحاق المتماثل بمثيله، فإلحاق الفلوس بالذهب والفضة. فلذلك أنا أقول كلام الخراسانيين هو الكلام الصحيح السديد في المذهب، وإن كان شاذا قال النووي هذا شذوذ ورفض هذا القول، وصاحب التنبيه في شرح التنبيه قال وهو قول مردود على استحياء ما قال شاذ، والحق أن هذا هو القول القوي الذي لابد أن يؤخذ به، لأن الوصف بالثمانية لا غالب الثمانية وصف مناسب، هو الوصف المناسب الذي يعلق عليه الحكم. ولكن النووي لما قيل له على الفلوس قال لو راجت الفلوس إلى يوم الناس هذا وما اشترى الناس بالدرهم ولا الدينار بل اشترى بالفلوس الرائجة فإننا نقول لا ربا فيها. وهذا الذي جر بعض علماء المتأخرين الذين يتكلمون في هذا الباب ويقولون بأن هذه الأموال جنيه بجنيهين ليس فيها ثمة شيء، ودرهم بدرهمين ما فيها شيء، دولار بدولارين ما فيها شيء. فهذا سيجرنا إلى أن نقول أن هذه الفلوس وهذه العملات لا يقع فيها إيش؟ الربا. لما؟ لأن العلة قاصرة، هي غالب الثمانية ولا تكون إلا في الذهب والفضة،
فهذا الذي جر كثير من المعاصرين، ويقول لا يقع الربا في ذلك، وجره أكثر أن نقول من فساد هذا القول إن قلنا به لا زكاة في إيش، فاهمين ولا لا؟ لا زكاة في إيش، لا في الجنيه ولا في الدولار ولا في شيء. طب سامحوني، توافقون؟ لا ما لا توافقون على التقعيد أنه يستلزم من قولنا بأن العلة قاصرة يبقى لا زكاة في الجنيه ولا الدولار، توافقون؟ توافقون على التقعيد؟ توافقون؟ طب وجهه كيف يكون ذلك؟ وجهه. أنا هسامحك ثلاث مرات بعد كده، ما فيش شهادة اتفضل. أنت بتجيب عني لكن أنا أريد توجيه ما قلته الآن. لو إيش؟ كيف؟ فسر هذا، أحسنت. لا هو نعم، نقول إن العلة كلها واقفة على إيش؟ على الذهب والفضة، والزكاة جاءت على كل إيش؟ على كل 20، على كل 20 مثقال نصف دينار ولا ربع دينار، 41 مش 1/4، يبقى 20 في 41 بكام؟ بنصف دينار، يبقى ده صحيح، بنصف على كل 20 دينار نصف دينار، والكلام كله على الدينار الذهب أو الورق اللي هو الفضة. طب يبقى إذا هذه الجنيهات وهذه الأوراق النحاسية والحديدية لا زكاة فيها، وضاعت الفقراء واضطربت كل الأعمال التي يمكن أن نقول بأنها تسد خلة الفقراء، وهذا كلام من الفساد بمكان، وكلام الخراسانيين في المذهب هو اللابد الذي يكون معتمدا لأنه الأقرب إلى الدليل والأقرب إلى الأثر والوصف المناسب في ذلك، أن نقول علة تحريم الربا في الذهب والفضة ليس غالب الثمنية ولكن مطلق الثمنية، علة تحريم الذهب والفضة مطلق الثمنية، مطلق الثمنية. هذا يفيدنا بأن العلة ستتعدى لغيرها. إيه التعدي لغيرها؟ تتعدى لإيش؟ تتعدى للجنيه، للدرهم، للدينار، للدولار. فكل ما نطبقه حكما على الذهب والفضة سنجره جرا ينطبق انطباقا كليا على إيش؟ على المثيل، على الجنيه، على الدولار، على غيره. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، فسأقول الجنيه بالجنيه، ها أجيبه مثلا الدولار بالدولار، الدينار بالدينار، الدرهم بالدرهم مثلا. قال المسلم الذهب بالذهب إيه إلا ها أنها مثلا بمثل، سواء بسواء أقول الجنيه بالجنيه ربا إلا مثلا بمثل، سواء بسواء ها وها. فهذه دلالة واضحة على أنني أجر الحكم على هؤلاء على المثيل. هذا إذا علمنا وقلنا هذا هو الراجح، أن مطلق الثمنية هو الوصف المناسب تعليلا لمسألة الذهب والفضة. طبعا الخلاف بين العلماء في الوزن وغيره لن نتعرض له، نحن نأتي بالراجح فقط. الثاني الجملة الأولى، هذه الجملة الأولى خلصنا الحمد لله. الجملة الثانية البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والملح بالملح. ففي لنا قولان في هذا الباب على العلة. طبعا التعليل الأصل أصيل كما قلنا للإلحاق، لا يقول هل ده مسكوك ولا غير مسكوك، وهو أصلا لأن في فلوس أصلا بتبقى مزيفة، أو في ذهب وفضة ليس يعني فيها فيها مخلصة كما يقولون، ومعتادة غير معتمدة. الغرض المقصود أن الإمام مالك قال في المدونة بالتصريح، قالوا ولو أخذوا جلدة جلد جعلوها، كما قال عمر بن الخطاب في بعض الأموال التي الفلوس التي راجت، قال لو جعلوها ثمنا لصارت إيش ثمن، مع أن المالكية يوافقون الشافعية في التعليل يقولون غالب الثمنية، لكن انظر إلى الدقة، مالك نفسه بالنص قال هذا الكلام، بيّن أن المسألة على مطلق الثمنية عند التطبيق وعند التحقيق، ولذلك صح قول الخراسانيين من الأصحاب قوة في المذهب، يعني يقدم على قول المعتمد في المذهب ألا وهو أن العلة غالب الثمنية. حتى هنتهي ونتناقش، هنتهي بس أنتهي من العلة هذه وسأقف عندها حتى نطبق بعد ذلك الأسبوع القادم عمليا مع البيع الذي يجوز والذي لا يجوز وأفراد الكلام على التورق والعينة وغيرها حتى كما بين المصنف. أقول قولان في التعليل في الأصناف الأربعة التي ذكرت في الجملة الثانية. القول الأول في المذهب أنه مطعوم مكيل أو موزون جنس، فإذا وصفه بثلاثة أوصاف حتى يكون علة. أولا معي مطعوم، ثانيا مكيل أو موزون، ثالثا الجنس، اتفاق في الجنس. يبقى متى يكون الربا؟ يقول مطعوم
من الطعم، يعني يأكله يقتاد به مطعوم مكيل موزون. هذا في القول القديم، وهذا رجحه الشيخ الإسلام تيمية. والجديد وهو المعتمد في المذهب هو العلة المطعوم، وهذا الراجح في المذهب، وهذا الراجح أيضا العلة الطعم. والدلالة على ذلك أن السلام قال الطعام بالطعام يدا بيد، فبين أن الطعام بالطعام في رواية جاء بالتصريح قال الطعام بالطعام، فهو يكون ربا إلا أن يكون يدا بيد. فلما ذكر الطعام هذا مشتق يدل على أن الحكم يتعلق به، فتعلق الحكم بهذا الاسم المشتق على أنه علة لهذا الحكم، فالطعام بالطعام يدل على الطعام. فهنا نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، الذهب الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، كل مطعوم قوتا كان أو تفكها أو تداويا، خذ الثلاثة وسيندرج تحت الثلاثة بحور، قوتا تفكها تداويا. طيب أنا لن أسألكم فقوتا ولا تفكها، من وين تداويا هذا؟ عسل، كيف العسل بقى يا شيخ؟ الزيتون كيف؟ تداويا ما تأتي إلا بالملح يا إخوة، سأبين لكم. طيب خلاص سأبين الملح بيرفع الضغط، يعني بيرفع الضغط الملح تداويا. المهم أقول قوتا، أيوة نعم هو الإصلاح، قوتا تفكها تداويا. قوتا يعني شيء بنأكله، ايه اللي بناكله؟ جاءت ايش؟ تمر، لا والله، الشعير بالشعير، البر بالبر، يعني الارز، الذره، كل شيء مقتات قوتا لنا ناكله يندرج تحت الشعير بالشعير والبر بالبر، مفهوم؟ هذا قوتا. قال فهذه اذا قلنا كيله رز بكيله رز لابد ان تكون، لابد أن تكون إيش؟ مثل هذا المادة كما سنفصل الأسبوع القادم إن شاء الله على الشروط التي تتوفر في هذا. طيب فقوتا أو ذرة بذرة نفس الأمر، قوتا ثانية كل ده، قوتا تفكها تداويا يساوي مطعوم. أحسنتم متلخزين الحمد لله. فقوتا تفكها، تفكها تشتق وتستنبط من إيش؟ تمر بالتمر. ليش؟ هو التمر فكاه؟ نعم، كانوا يتفكهون بالتمر، ولذلك كان من السنة قبل أن يقدم الطعام إيش؟ يقدم التمر تفكها أولا، فكانت السنة أن تأكل الفاكهة ثم تأكل الطعام، كما قال المفتي وأتينا بالدليل، وأنت تأكل الهريسة قبل الطعام، إيش الدليل على ذلك؟ أيوة، هو ما حفظها، لذلك أنه دائما يأخذهم للحلو عشان يسد كما قلنا. فقال وفاكهة ولحم طير مما فقدم وفاكهة ولحم مما يشتهون، فصدر الباب بإيش؟ بالفاكهة. وأيضا في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قدم له التمر قبل أن يقدم له الطعام، وهذه السنة ماتت فأحيوها بالله عليكم. كثير من الناس يقولون ده بيسد نفسه، أي حد جاله ضيف مش عايز يأكل فيقعد يقدم له الحلو، الحلو حتى ما ها؟ ما هو لا، هو الصحيح أن تقدم الفاكهة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو، وهم ما شاء الله إذا وقعوا وقعوا، يعني إذا وقع على اللحم وقع على اللحم. فالحاصل أنها تفكها التمر بالتمر، تداويا من الملح، تستنبط من الملح، لأن بالملح الإصلاح، فإصلاح الطعام الذي يدخل البدن بملح، والتداوي إصلاح لإيش؟ للبدن. فأصبحت العلة الإصلاح أو الجمع الإصلاح، فتداويا تؤخذ من الملح، فكل ما يتداوى به أيضا يقع فيه الربا عندنا في المذهب، كما سنفصل هذه المسألة الأسبوع القادم، والشروط التي اشترطها الشارع حتى تصح المعاملة في الأصناف الربوية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.